بطبيعة الحال أول ما نفتتح به كما جرت بذلك العادة أن نعود لنحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونرحب بإخواننا الوزراء الذين كان لهم شرف التعيين من قبل جلالة الملك في الأسبوع الماضي والأخت الوزيرة، ونجدد تهانينا للسيد وزير الشبيبة والرياضة المقتدر والمكلف بهذه المهمة اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم يرجع إليها الطمأنينة ويرجع إليها يعني السكينة والوقار إن شاء الله الرحمن الرحيم. أريد أن أرحب بالإخوان الوزراء الجدد، ليس لي نصيحة يعني خاصة أوجهها لهم، لكن فقط التذكير بأنه هذا مسؤولية كبيرة جدا. الوزراء وجوه المجتمع ومسؤول الدولة يعني في أرفع المستويات، ويجب أن يجسدوا هذه المسؤولية وأن ينتبهوا إلى أن العمل النافع والجاد يكون تدريجيا ويكون بالتي أحسن ويكون بأخذ الاحتياط من كل ما يمكن أن يتخيل في كل زمان وفي كل مكان، خصوصا في هذه المرحلة التي هي مرحلة ديمقراطية بامتياز وأصبح للرأي العام يعني وزنه الكبير يعني فيها. فإذا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله السادة الوزراء والأخت الوزيرة، وستجدون في إخوانكم وأخواتكم الوزراء السابقين وزيرة السابقة العون والمداد كذلك من قبلي أنا كمسؤول عن هذه الحكومة، وجميعا يعني لنا بعد الله سبحانه وتعالى سند في ملكنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يكلل زيارته إلى أفريقيا بالنجاح والتوفيق كما بدأت، وأن يعود إلينا سالما معافى إن شاء الله الرحمن الرحيم، إن ربنا على كل شيء قدير. ونفتتح جلستنا هذه. بطبيعة الحال معظم الوزراء غير موجودين نظرا لأنهم في مرافقين لجلالة الملك في زيارته الميمونة.